في أحيان كثيرة لا تكون وقائع حدث معين إلا مدخلا لحدث يكون أكثر أهمية وأكثر خطورة. في أحيان كثيرة لا تتشابه النهايات. في نهاية المطاف لا أحد يستطيع أن يزعم بأنه وحده يملك زمام الحوادث التي قد يكون هو الفاعل الرئيسي فيها. في 5 مايو من العام 2000 كان الدكتور أحمد بريكا قادما من فاس إلى الدار البيضاء على متن سيارته ترافقه والدته السيدة أمينة الناجي. ولما بلغ قرية سيدي علال البحراوي على مشارف الرباط وجد في طريقهما سيارة خفيفة وقد تعرضت لحادثة. انقلبت السيارة منذ وقت قريب، مع ذلك فإن الفضوليين والعابرين تلك الطريق كانوا متحلقين حول السيارة، تمكنوا من أن يعيدوها إلى وضعها. في تلك اللحظة التحق الدكتور أحمد بريكا بالجمع، لاحظ أن امرأة توجد داخل السيارة، أخرجها بمساعدة بعض الشبان. كانت شابة قدر أنها لم تتجاوز عتبة 30 من العمر. بعد إخراجها من سيارتها اتضح أنها تعاني من نزيف على مستوى العنق. كانت قطعة من الزجاج أصابتها وألحقت بها جرحا عميقا على مستوى الوريد. كانت حالتها تستدعي نقلها إلى المستشفى سريعا. أخذ الدكتور أحمد زمام المبادرة. كانت الشابة في غيبوبة، ساعده حضور على وضعها في سيارته. طلب من والدته أن تساعده بأن تغلق بأصبعها المكان الذي يتدفق منه الدم. انطلق مسرعا. بعد 20 دقيقة كان في باب مستشفى مولاي عبد الله بسلا. قدم نفسه، تمكن من إدخال الشابة التي تنزف إلى قسم المستعجلات. بادر بخياطة مكان الجرح. كانت الشابة بحاجة إلى عملية نقل الدم لأنها فقدت الكثير من الدماء. لاحظ الدكتور أحمد أن دمها من فصيلة دمه. تطوع وتبرع لها بكمية من الدم حقنت بها. بعد ساعة استعادت وعيها. أشارت إلى الدكتور أحمد بأن بهاتفها المحمول رقم هاتف شقيقها. تم الاتصال به فحضر مسرعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله. اسمه عمر الفاروقي، وهو مسؤول رفيع المستوى في إدارة الأمن الوطني. قرر الدكتور أحمد بريكا وطبيب المداومة في مستشفى مولاي عبد الله أن تبقى الشابة تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة على الأقل. كانت بحاجة إلى كمية إضافية من الدم. تدبر شقيقها الأمر. بعدما اطمأن السيد الفاروقي على سلامة شقيقته، وبعد أن علم بما قام به الدكتور أحمد ووالدته من أجلها، دعاهما إلى مرافقته إلى بيته. كان على الدكتور أحمد أن يغير ملابسه التي لطختها دماء الشابة. قضيا الليل ضيفين عنده. في الغد سويا زاروا الشابة التي ما إن علمت بما قام به الدكتور أحمد حتى طلبت منه عنوانه. كانت تريد أن ترد له الجميل بعد أن تتعافى. لعلها لم تكن تعلم أنها في تلك اللحظة كانت تنسج علاقة حب بينها والغريب الذي أنقذها من موت كان محققا. اسمها سعاد، سعاد الفاروقي. انتهت القصة نهاية سعيدة، إذ تزوج أحمد، الدكتور أحمد بريكا، الآنسة سعاد الفاروقي التي كانت تعمل موظفة بوزارة النقل. ما لم يكن في الحسبان أن هذه القصة الجميلة بنهايتها السعيدة ستفضي إلى قصة أخرى. نشأ الدكتور أحمد بريكا وحيد أمه، والده اختفى قبل مولده، ولذلك فهو لا يعلم عن عائلة والده إلا القليل. ذات يوم اتصل به شخص قال إنه يكلمه من أرفود قرب الراشدية وإنه من عائلته. كان الدكتور أحمد يعلم أن والده ينحدر من مدينة أرفود.
أبلغ المتحدث الدكتور أحمد بأن رجلا يتجاوز عمره 60 عاما حضر إلى أرفود مدعيا أنه ابن عمهم ويطالب بنصيبه في تركة المرحوم عبد القادر بريكا وهو جد الدكتور أحمد. بدا الأمر غريبا، فأحمد لا يعلم أن له عما، لم يستبعد أن يكون الأمر يتعلق بعملية نصب، ولذلك فقد طرح المسألة على صهره عمر الفاروقي علّه يساعده، وحتى يساعده كان عليه أن يكشف له حقائق ووقائع. قال الدكتور أحمد إن والده اختفى في العام 1959 ولم يظهر له أثر إلى الآن، ولذلك فإنه يرجح أن يكون في عداد الموتى. كانت تنقص الدكتور أحمد الكثير من التفاصيل، ولذلك استعان بوالدته وطلب منها أن تقص على صهره ما تعرفه حول ظروف وملابسات اختفاء والده. ترددت السيدة آمينة الناجي قليلا لعلها كانت محرجة، ولكنها في نهاية الأمر انطلقت تستحضر تلك التفاصيل التي تخفيها ثنايا عقود من الزمن مضت. كان عليها أن تبدأ من البداية. قالت إنها في أكتوبر من العام 1958 ولجت مدرسة المعلمين بالرباط لتلقي تكوين من سنة واحدة تخرجت في أعقابها كمدرسة للغة العربية. ذات مرة كانت تقوم ببحث اجتماعي تم تكليفها بإجرائه، وقد استعارت من مكتبة المركز عدة كتب. قابلها شاب يجري تكوينا ليدرس اللغة الفرنسية، وطلب منها أن تمنحه كتابا من جملة تلك الكتب لإتمام بحث كان يعده. تذكر أمينة الناجي تلك اللحظات بتفاصيلها الدقيقة. وراء نظارتيها المستديرتين كانت عيناها تقاومان الدموع. كانت قصة الكتاب بداية علاقة توجها زواج أمينة من ذاك الشاب ذي السحنة الصحراوية، كان اسمه أحمد. بعد تخرجهما من مركز تكوين المعلمين تم تعيينهما في مدرسة واحدة في أجدير، سكنا حي تل برجت في شقة متواضعة، ولكنها احتضنت بدفئها سعادة لا حدود لها. في تلك الشقة قضيا معا الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 1959. لما حلت عطلة نهاية السنة الميلادية كانت السيدة أمينة حاملا، لم يكن بمستطاعها أن تسافر. كان الزوجان منهمكين في إكمال تأثيث مسكنهما استعدادا لاستقبال مولودهما الأول. اقترح أحمد بن بوشتة على زوجته أن تظل في البيت وأن يسافر هو إلى الدار البيضاء لتسويق سلعة مصدرها ما ورثه من أبيه. قال إنه بما سيحصل عليه من مال سيكمل تجهيز المنزل وسيشتري سيارة. خرج أحمد من منزله في تل برجت في 29 من ديسمبر من العام 1959. منذ إذن لم يظهر له أثر. في فبراير من العام 1960 وقع زلزال أجدير. خلف الزلزال دمارا كبيرا، قتلى وجرحى كثيرين. كانت أمينة محظوظة، حين وقع الزلزال كانت خارج مدينة أجدير في ضيافة إحدى زميلاتها. حيث البرجت حيث كانت تسكن مع زوجها لحقه دمار كبير، لم تفلت المدرسة. عمدت وزارة التعليم إلى إعادة نشر أطرها. طلبت أمينة الانتقال إلى الدار البيضاء، كانت تحلم بعودة الزوج الغائب. وضعت حملها، كان ذكرا سمته أحمد، كوالده الغائب. نذرت حياتها لمولودها، سهرت على تربيته وحرصت على أن يكون ولدا صالحا. كان والدها خير سند لها في حماية ولدها وتكوينه. لما توفي كان حفيده أحمد قد تخرج من كلية الطب. كان عمر الفاروقي يصغي باهتمام كبير إلى قصة أمينة الناجي مع زوجها، وبعد أن انتهت أعاد عمر الحديث إلى منطلقه، الرجل الستيني الذي يطالب بنصيب في تركة بوشتة بريكا جد أحمد. قال السيد الفاروقي لصهره إن أمامه خياران
إما أن ينسى الموضوع، وإما أن يدخل معركة الميراث. بعد تفكير استقر رأي أحمد على خوض معركة الميراث، أمله أن تفضي به إلى معرفة المزيد عن والده الذي لم يره قط. وجه عمر الفاروقي سهره إلى مباشرة الموضوع على أسس سليمة. طلب منه أولا أن يسجل طلبا للبحث عن والده المفقود. إثر ذلك تم تعميم مذكرة بحث عن المسمى أحمد بن بشتى بن عبد القادر بريكا المزداد بورززاد في العام 38 900 وألف. توجه الدكتور أحمد بريكا إلى أرفود. هناك تعرف على أفراد العائلة التي تدعي القرابة معه. انتابه إحساس غريب، أحس أنه منهم. اكتشف أنه يلتقي معهم في جدهم الأكبر عبد القادر بريكا. اكتشف أيضا أن الأرض موضوع الميراث توجد في المدار الحضري وتحتل موقعا مهما، وأنها ذات قيمة. كانت الأرض موضوع نزع للملكية، وبالتالي كان مرتقبا أن يتوصل الورثة بتعويضات مالية هامة. كان أحمد واحدا من الورثة. بعد زيارته إلى أرفود عاد أحمد إلى الدار البيضاء، حيث أطلع صهره عمر الفاروقي على ما توصل إليه، وطلب منه مساعدته في الوصول إلى الرجل الستيني الذي أدلى بوثائق تثبت تطابقا مع هوية والده أحمد بن بشتى بن عبد القادر. هكذا تكون الحكاية قد دخلت مرحلة هامة. أحمد المولود في غياب والده صار الآن في الأربعين من العمر. والدته التي كانت في عز شبابها صارت الآن امرأة ستينية تلاحقها الذكريات. الدكتور أحمد بعيد زواجه وجد نفسه في مواجهة شخص يدعي أنه من أبناء عبد القادر بريكا جد والد الدكتور أحمد. رأينا أن والده اختفى منذ آخر العام 59 900 وألف، وكانت أمه حاملا به. بعد زلزال أجدير انتقلت الأم إلى الدار البيضاء حيث ولد الدكتور أحمد. اختارت أمه أن يحمل اسم والده. سهر الدكتور أحمد عمر الفاروقي كما علمنا في الحلقة السابقة إطار في المديرية العامة للأمن الوطني، وقد أبدى استعدادا لمساعدة الدكتور أحمد في إطار ما هو متاح بحكم القانون. وتكونت لديه الآن فكرة واضحة عن الظروف التي أحاطت زواج والديه وكذلك اختفاء والده بشكل مفاجئ. يتركز الاهتمام الآن على الرجل الستيني الذي اتصل بعائلة بريكا في أرفود مطالبا بنصيبه في تركة عبد القادر بريكا، وقد طالبه أقارب الدكتور أحمد بتقديم وثائق تثبت هويته، وكان قد قدم لهم جواز سفر فرنسي يحمل اسم أحمد بن بوشتا. كان الرجل قد انتقل إلى الدار البيضاء. علم أحمد أنه يقوم هناك بإجراءات للحصول على بطاقة التعريف الوطنية. طلب عمر الفاروقي من زميل له في ولاية أمن الدار البيضاء أن يرصد شخصا في الستينيات من العمر يريد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ويدعي أن اسمه أحمد بريكا. بعد أسبوع تقدم الرجل إلى مصلحة التشخيص القضائي حاملا ملفا متكاملا ضمنه رسم من عقد الولادة. كان على المسؤول عن مصلحة التشخيص القضائي أن يبلغ بذلك رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية الذي طلب منه ما يثبت هويته. قدم الرجل جواز سفره الفرنسي الذي كما سلف يحمل اسم أحمد بن بشتى. أخضع الرجل للبحث، تم رفع بصماته، وكانت الدليل القاطع على أنه أحمد بن بشتى بن عبد القادر بريكا. كانت البصمات تتطابق تماما مع بصمات الرجل الذي اعتقل في أواخر العام 59 900 وألف في الدار البيضاء بتهمة حيازة سيارة مسروقة. كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية، ولكن القضاء برأه وأخلى سبيله. دون العميد رئيس مصلحة التشخيص القضائي كل المعلومات
التي توصل إليها ورفع تقريرا مفصلا إلى مدير الشرطة القضائية. أعطى المدير تعليماته لإتمام إجراءات منح أحمد بن بوش تبريكة بطاقة التعريف الوطنية على أن يتم توجيهه إلى المديرية العامة لاستلامها. منح الرجل استدعاء لتسهيل مثوله أمام مدير الشرطة القضائية. بعد 24 ساعة كان الرجل حاضرا في مكتب مدير الشرطة القضائية. في الحقيقة لم يكن يعلم تفسيرا للأمر. المسؤول الأمني الكبير الذي يمثل أمامه الآن أحمد بن بوش تبريكة ليس سوى السيد عمر الفاروقي. لم يكن الرجل المسن ذو الملامح الهادئة يعلم، وأن له أن يعلم أنه سيكون بعد لحظات على موعد حاسم في حياته. كان عمر الفاروقي قد أخبر صهره الدكتور أحمد ووالدته والسيدة أمينة الناجي بقدوم الرجل إلى مكتبه، وكان حاضرين في زاوية من المكتب، لم يكونا يظهران لأحمد بن بوش تبريكة. باغته المسؤول الأمني بسؤاله عن سر غيابه الطويل وعن سر حمله هويتين مختلفتين، وذكره بأن القانون يعاقب على ذلك. بدا الرجل وقد أصابه بعض الخوف، ولكنه مع ذلك أبدى استعداده لكشف السر. قال أحمد بن بوش تبريكة إن والده كان مدرجا على قائمة الذين تعاونوا مع السلطات الاستعمارية الفرنسية، وإنه بعد حصول المغرب على الاستقلال فر إلى مدينة الدار البيضاء، حيث كان يقطن صديق له يهودي، كان شريكين في تجارة الحبوب، ساعده على شراء منزل، كما تسلم منه مبالغ مالية هامة لترويجها، وهو ما مكنه من العيش مستفيدا من الأرباح التي كانت تدرها عليه تلك الأموال. لم يعش بوشتا بن عبد القادر بريكة طويلا، فقد وافاه الأجل المحتوم بعد عامين. في زاوية مكتب مدير الشرطة القضائية كان الدكتور أحمد ووالدته يستمعان. أضاف أحمد بن بوشتا بريكة أنه تابع دراسته في مدرسة فرنسية منهيا مساره الدراسي في مدرسة المعلمين بالرباط، حيث التقى أمينة الناجي التي صارت زوجته. تلتقي رواية الرجل مع ما روته أمينة. قال إنه وزوجته عين للتدريس في أكادير، وإنه بعد 3 أشهر أي خلال عطلة نهاية السنة الميلادية توجه إلى الدار البيضاء لتصفية نصيب والده من التجارة المشتركة مع صديقه اليهودي. سعى كما وعد زوجته والتي خلفها في أكادير إلى شراء سيارة مستعملة، كما اشترى من الدار البيضاء أشياء أخرى لإكمال تأثيث البيت. حمل متاعه على السيارة وأخذ وجهة أكادير وهو يكاد يطير من الفرح. كان يتمنى لو أنه يستطيع طي المسافات، لكن فرحته لم تدم طويلا. لما وصل دار بوعزة أوقفته دورية للشرطة. بعد فحص أوراق السيارة أبلغ بأنها سيارة مسروقة. كاد يجن. سيق إلى مصلحة الشرطة القضائية. تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار أن تبت المحكمة في قضية شرائه المسروق. وبالرغم من أنه وكل محاميا للدفاع عنه، إلا أنه ظل رهن الحبس الاحتياطي حتى شهر مارس من العام 60-900 أي 3 أشهر. خلال فترة اعتقاله لم يتمكن من الاتصال بزوجته، وخلال تلك الفترة علم بأن زلزالا مدمرا ضرب مدينة أكادير. قال أحمد بن بوش تبريكة إنه بعد أن أفرج عنه وبعد تبرئته توجه رأسا إلى أكادير، قصد إلى حيت البرجد حيث كان يسكن وحيث كان يعمل. صار الحي أنقاضا. علم أن مخيمات أقيمت لإيواء المنكوبين. قضى 3 أيام يطوف في تلك المخيمات، لا أثر لزوجته. في تلك الأيام التقى صحفية فرنسية قدمت إلى أكادير لتغطية عملية الإنقاذ وإغاثة المنكوبين. كان يساعدها ويقوم بدور الترجمان، إذ كان يجيد اللغة الفرنسية. كان منهارا. زوجته التي ضاعت منه كانت يوم ودعها حاملا في شهرها الثالث
أين تراها الآن. قررت التوجه إلى فاس إلى بيت عائلتها. ساعدته الصحفية الفرنسية، سافرت معه على متن سيارتها، ولكن الرحلة انتهت بخيبة أمل. عائلة أمينة رحلت إلى الدار البيضاء. ضاعت أمينة. لم يعد أحمد بن بوشتى يقوى على تحمل البقاء في المغرب، فقرر الرحيل إلى فرنسا. لما تقدم بطلب الحصول على جواز السفر، خاف من أن يدلي باسمه الحقيقي، فادعى أنه أحمد بن بوشتى. لم يتضمن جواز سفره اسمه العائلي بريكا. تطورت العلاقة بين أحمد بن بوشتى والصحفية الفرنسية، صار عشيقين. استقر في باريس وعمل معا في صحيفة كاثوليكية، تخصص في شؤون الدول العربية والإسلامية. تنصر وتزوج الصحفية الفرنسية، كانت عاقرا وكان هو يريد الولد. بعد فترة انخرط في مراجعة للذات قادته إلى العودة إلى الإسلام. فقد عمله في الجريدة وتخلت عنه صاحبته. في قرارة نفسه بعد 40 عاما دقت ساعة العودة إلى أحضان الوطن الأم. لما انتهى أحمد بن بوشتى من سرد قصة اختفائه، طلب منه مدير الأمن القضائي الانتظار في مكتب السكرتيرة. أوحى إليه بأن ما قاله سيدرج في محضر. عاد السيد عمر الفاروقي إلى مكتبه، طلب من صهره ووالدته أن يذهب إلى بيته، واستأذنهما في أن يلحق بهما ويصحب معه الرجل الستيني. لما انصرف دعا الرجل إلى الالتحاق به في مكتبه. سأله عن شعوره عندما سيحصل على بطاقة التعريف الوطنية. قال إن سعادته ستكتمل، لأنه لا يسعى سوى إلى العودة إلى أهله، وإنه مستعد للتنازل لأبناء عمه عن نصيبه في الإرث لقاء استعادة بعض الدفء العائلي. سأله العميد أيضا عما إذا خامره شك يوما ما في أن زوجته أمينة ما تزال على قيد الحياة. صمت الرجل الستيني، بدا متأثرا، لمعت في عينيه طليعة دمعة، ولكنه أمسك. إذاك استدرك العميد الفاروقي، سلمه بطاقة تعريفه الوطنية، ودعاه لمرافقته إلى حيث ينتظره أناس من أقاربه يتوقون منذ زمن بعيد إلى أن يحتضنهم ويحتضنوه. ذهل الستيني. في الطريق هيأه العميد لتحمل المفاجأة الكبرى. قال له إن بين من ينتظرون لقاءه أناس ربما اعتقد أنهم رحلوا إلى دار البقاء. كانت الإشارة واضحة وقوية. صمت أحمد بن بوشتى، تاه في عالم من التساؤلات. أتكون تلك التي فارقها قبل 40 عاما على قيد الحياة؟ أيكون الجنين الذي كان في بطنها قد عاش وولد؟ أسئلة كثيرة، زحام، الأسئلة تتدافع في مخيلته. توقفت السيارة أمام بوابة منزل فخم. ترجل العميد وطلب من ضيفه أن يترجل. في الباب استقبله رجل في 40 من العمر. كانت بجانبه امرأة ذكرته ملامحها بشخص عزيز. كان العميد عمر الفاروقي يقف وراءه. دعاه إلى أن يحتضن ولده أحمد وأن يعانق زوجته أمينة. أغمي عليه. كان الدكتور أحمد ولده قد استعد لتلك اللحظة. حقن الستيني بدواء مهدئ. لما أفاق بعد نصف ساعة كان ولده وزوجته يحتضنانه. أحس فعلا أنه عاد من بعيد.